في عام 1959 تولى الكاتب الكبير نجيب محفوظ منصب الرقابة على المصنفات الفنية. أول واحد هنا كان صديقه المخرج صلاح أبو سيف، طلب منه أنه أول قرار ياخده هو الموافقة على عرض سيناريو فيلم عن روايته القاهرة الجديدة. اتغير وش نجيب محفوظ وبص لصاحبه وحبيبه نظرة عتاب طويلة من ورا نظارته وقال له طب ينفع كده؟ خليكم معانا. بنسأل نفسنا ليه الظلم اللي احنا عايشين فيه ده؟ ليه الفلاح بيشتغل ويعرق ويموت من الجوع وصاحب الارض في قصره بيزداد غنى وثروه وجبروت؟ مفيش غير الايمان بالمجتمع، مفيش غير الاشتراكيه. نشر الكاتب الكبير نجيب محفوظ روايته القاهرة الجديدة لأول مرة عام 46 بعد ما كان مقرر أنه يتوجه للروايات التاريخية. حقيقة الأمر أن الأوضاع اللي مرت بها البلد وقتها أجبرته أنه يغير رأيه، يعلن رفضه لعديد منها في الرواية دي واللي وقعته في كتير من المشاكل. تم القبض عليه وتم مصادرة الرواية لأنهم اعتبروها بتهاجم الحكومة والوزراء رغم أن ما فيهاش أسماء محددة ولا أحداث تمس الواقع. سألوا المحقق في محضر رسمي، أنت ليه بتكتب عن البشوات وتجيب لنفسك المشاكل؟ اكتب عن الحب، اكتب عن الهجر، اكتب عن أي حاجة تانية بس بلاش السكة دي. وعنها تم الإفراج عنه. قرش يا بيه والنبي يا بيه، قرش يا علي مرادبك، اديني قرش انت وخليه يوطي مرادبي والنبي يا بيه. وبعد ثورة يوليو عام 1952 طلب الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس من نجيب محفوظ إعادة نشر الرواية مرة تانية، ورغم أن الظروف اتغيرت لكن خاف نجيب محفوظ أنها تجدد المشاكل القديمة فغير اسمها إلى فضيحة في القاهرة ونشرها في سلسلة الكتاب الذهبي. الرواية عجبت الكاتب الكبير صلاح أبو سيف صديق نجيب محفوظ وتوأمه السينمائي اللي قدمه سوا عديد من الأفلام قبل كده، ومن هنا قرر أبو سيف أنه يقدم الرواية كفيلم عام 55. كتب لها معالجة وسيناريو، ولكن الرقابة على المصنفات الفنية رفضت السيناريو مرتين بدعوى انه جريء في طرحه، بيتعرض لكتير من القيادات والشخصيات السياسية، وان كان بيدور في زمن تاني وعالم تاني. لغاية ما تم تعيين نجيب محفوظ نفسه في منصب الرقيب، فرح صلاح ابو سيف وظن ان مشكلة السيناريو اتحلت، لكن نجيب محفوظ ابدى تحفظ على قبول السيناريو للرواية من تأليفه، خصوصا انها اترفضت من كام واحد قبله. الامر اللي اغضب صلاح ابو سيف خلاه يفقد الأمل في الفيلم ده ويسيب موقعه خلف الكاميرات ويتجه لرئاسة المؤسسة العامة للسينما مطلع الستينات. إغراق محصول الأرز خوفا من تدهور الأسعار. يا سيدي، ناس هناك بيرموا الأكل وناس هنا مش لاقيين اللبن. آه يا بلد، متناقضات النظام الرأسمالي. وبعدين معاك يا علي هنرجع تاني، ده انت الماشي معاك بقى خطر، ما تقوله يا محجوب طز. ولان المبدعين ما ينفعش انهم يقعدوا على مكاتب، سرعان ما ساب صلاح ابو سيف رئاسة المؤسسة ورجع مرة تانية لكرسي الاخراج خلف الكاميرات. كان نجيب محفوظ هو كمان ساب الرقابة على المصنفات الفنية، اخذ وظيفة ادارية في المؤسسة، الامر اللي شجع ابو سيف مرة تانية لاحياء مشروع الفيلم من جديد، اعاد كتابة المعالجة بشكل تاني. طبعا نجيب محفوظ ما بيكتبش سيناريوهات لقصص من تأليفه، الامر اللي خلى ابو سيف يستعين بالكاتبة وفية خيري تساعده في السيناريو، وكمان يستعين بعلي الزرقاني واللي كانت له اللمسات الاخيرة او زي ما بيقولوا بيصلح السيناريو. اضاف بعض المشاهد والتعديلات قبل ما يتفقوا على النسخة النهائية. كتب الحوار لطفي الخولي، وتقدم صلاح ابو سيف بالسيناريو للسيدة اعتدال ممتاز واللي كانت الرقيب وقتها، عجبتها القصة جدا، وافقت على السيناريو بشكل الاخير. انفتح من جديد باب الأمل قدام صلاح أبو سيف وبدأ الإعداد للفيلم. علي يا علي يا بتاع الزيت، أحبك يا علي يا بتاع الزيت. عاجبك فيه إيه؟ كلامه الحلو ولا عيونه العسلية؟ ما يحكمش علينا. احترامي لملكة جمال الدنيا إحسان. إحسان هاني، اسمحي تفضل. ملكة جمال الدنيا إحسان شحاتة، صحتك.
شخصيات رواية القاهرة الجديدة رسمها نجيب محفوظ في سطور القصة بعناية، أهمهم وأولهم كانت إحسان شحاتة واللي قدمت دورها سعاد حسني بنت جميلة، صورتها الأحداث على إنها ضحية مجتمع فاسد عاشت فيه، كانت طالبة في معهد التربية، أسرتها شديدة الفقر، صورهم السيناريو على انهم عندهم استعداد يعملوا اي شيء في سبيل عيشة كريمة. احسان كانت بتحب الطالب الثورجي علي طه واللي كان مؤمن بالمبادئ والاخلاق، بيدعو لتطهير المجتمع من الفاسدين، وقصاد التناقض اللي كانت احسان عايشة فيه اهلها مش لاقين ياكلوا وبيحسسوها بمسؤوليتها تجاههم، في نفس الوقت حبيبها راجل مثالي تقريبا مش عايش على الارض، قررت احسان انها تستسلم لتيار المجتمع علشان تقدر تلاقي لنفسها والاهلها عيشة كريمة. ما تتفضلي. محجوب عبد الدايم واللي قدم دوره الفنان حمدي احمد كان وجه جديد في الفيلم ده، لكن قدم دوره ببراعة، كان شاب جامعي فقير هو كمان، كان طموحه في الحياة انه يتخرج ويلاقي وظيفة كويسة ويساعد اهله في المعيشة، تغيرت الظروف وتقاعد والده عن الشغل، طلب منه انه يساعده في المصاريف فتحول الى انسان نافعي لا اخلاقي، وكان صريح في ده، اختار انه يسكت ضميره بايده وشايف انه هو كده بيتحدى المجتمع، قبل محجوب انه يبيع نفسه مقابل وظيفة بمرتب محترم ويقبل انه يشاركه راجل تاني في مراته، وكان بيعشم نفسه بالترقي الوظيفي والاستقرار والوجاهة الاجتماعية. ركز السيناريو على الجانب الانتهازي في شخصية محفوظ، ساب كتير من الجانب الانساني اللي كان موجود في شخصيته في الرواية. انت عارف انا مقدر جمايلك عليا قد ايه يا سالم بيه. استغفر الله، انت استاذنا ومن بخيرنا. تأكد ان حمشي على هواك دايما، وارجوك ما تبخلش عليا بالنصيحة. بالعكس انا سعيد اللي لقيت واحد يشتغل معايا قد واحد. انا هفضل طول عمري اسير فضلك يا سالم بيه. علي طه واللي لعب دوره الراحل عبد العزيز مكيوي، واللي كان برضه وجه جديد بيقدمه صلاح ابو سيف في الفيلم، شاب جامعي كله مبادئ ووطنيه، بيرفض انه يتخلى عنها قصاد تيار الحياه، كان بيحب احسان بجنون، كان دايما يديها امل في الحياه عن طريق الاشعار والروايات والمسرح اللي كان بياخدها ليه على طول، كان بيقصد انه يعيشها في عالم تاني ينسيها متاعب الحياه لغايه ما يتخرج من كليته ويقدر يشتغل ويتقدم لها. الطريقة دي أكلمك عن غدتي كمالية، تكلمني عن المجتمع، أكلمك عن نفسي وعن مشاكلي، تكلمني عن المجتمع، سيبني لوحدي حيرانة. أنت مش حاسس بيا يا علي؟ أنا مش حاسس بيك يا أحسن. أنت ما تعرفش يعني إيه جوع، ما تعرفش يعني إيه أطفال صغيرين يباتوا جعانين. في وقت من الأوقات إحسان مش بتقدر تكمل معاه، بتسيبه لعالمه الخيالي وبتحط رجليها على الأرض، بتستسلم للعالم الملموس، وده بيدي لشخصيته شيء من الضعف. في بعض المشاهد كان واضح إنه هو خطيب بيردد شوية شعارات وخلاص، لكن السيناريو والرواية رسموها كده. في كمان جانب تاني مهم في شخصية علي ما يقلش أهمية عن علاقته بحبيبته، هو حب لوطنه وإيمانه باستقلال بلاده وبالعدالة الاجتماعية والسعي لإنه يحققها بأي شكل، محاربته للفساد والاستبداد حتى ولو بأبسط الأساليب عن طريق توزيع المنشورات وتوعية الناس وغيرها. أنا مش شايف قدامي ولا حزب جد قايم على مبادئ عشان أنضم له. أعتقد إن أفيد شيء دلوقتي إن الواحد يقبل أي وظيفة ويكمل دراسته، ياخد الماجستير على الأقل، وفي نفس الوقت حكتب في الصحافة. مش ضروري بأجري المهم إن أكتب، أعبر، أقول للناس اللي أنا. قاسم بيه واللي لعب دوره أحمد مظهر، راجل وجيه كان وزير للمعارف، غني وعنده أبعديات وسرايات زيه زي كتير من الطبقة الأرستقراطية في الوقت ده، كان دايما بيجري ورا شهواته برغم منصبه الحكومي الكبير قوي، وقع في حب إحسان فضل يطاردها لغاية ما وافقت تروح معاه بيته. إحساسه بالمسؤولية تجاه منصبه خلاه يدور على ستار يخفي وراه علاقته بإحسان. أنا عينتك بناء على ترشيح سالم أفندي، شكر لي كتير في مجهودك. خلاص متشكر يا سعاده البيت، ان شاء الله هكون عند حسن ظنكم يا فندم. ان شاء الله. ميرسي.
سالم الاخشيدي واللي لعب دوره الفنان القدير احمد توفيق كان بلديات محجوب عبد الدايم قدموا السيناريو على انه من اسره فقيره زيه زي محجوب او يمكن اقل، وان كان في الاول زي السيناريو ما قال صاحب مبادئ في الجامعه، لكن هو دلوقتي بقى مدير مكتب وزير المعارف قاسم بيه علشان يقدم نموذج تاني للشخص اللي ممكن يتنازل عن مبادئه في سبيل الوصول للمناصب والمراكز اللي يحقق من وراها السلطه والمال والجاه. ما هو الانسان يا محجوب يا اخويا له فرصة واحدة بس في حياته، فرصة واحدة بس. المهم بقى الفرصة دي بتحتاج للباقة والكياسة والمفهومية والفتك. احمد بدير الصحفي واللي لعب دوره عبد المنعم ابراهيم برضو نوع تاني من الشخصيات الانتهازية، لكن السيناريو قدمها بشكل مختلف عن الشخصيات اللي فاتت. ده بقى من يومه وهو قرر يبقى صحفي، شايف انها مهنة هتفتح قدامه كل الابواب المتقفلة، وكمان بتديله مبرر لاي علاقة مع اي حد. يعني هي جات لحد عند انا وبقت مش معقول؟ طب وانت؟ انا صحفي حلو تلاقيني في كل حتة ومع كل الناس، افطر مع الحكومة، اتغدى مع المعارضة، اتعشى مع سر الحسن والجمال. وفي شخصية كمان كانت مهمة جدا في الرواية لكن صلاح ابو سيف اختار ان هو يشيلها من الفيلم، وهي شخصية مأمون رضوان، واللي كان زميلهم في الجامعة وفي السكن، كان يعتبر الصوت المقابل لعلي طه في الوطنية، كان بيمثل التيار الديني بين شباب الجامعة في الثلاثينات، كان دايما يدخل في مجادلات مع علي طه، ده متمسك بمبادئه ووطنيته، وده بيصر على التمسك بمعتقداته الدينية ويتشدد فيها، بيهجر المجتمع بفساده ويعيش بعيد عنه، وان كان هيقبل بالتعايش معهم مستقبلا. صلاح ابو سيف شاف ان وجود شخصية زي دي في السيناريو مش هتبقى اضافة، هو اختار انه يركز على جانب الفساد بتاع العهد الملكي علشان السيناريو بتاعه يتقبل، ويسيبه من اي توجهات تانية ممكن تشتت المشاهد. اتناقش مع محفوظ في الجزئية دي واتفقوا على حذف الشخصية بالكامل من السيناريو. بس عايز اتوضى اصلي العصر حاضر. ما انت طول النهار بتتوضى، انت بتوضى الصوت اصل بقى ولا داخل المدرج في المحاضرة الرابعة. ايوه سمعتك كده. عارفين الله ناطر، والدي تعبان شوي، ان شاء الله تطمن عليه على اذنك. وعلى قد نجاح نجيب محفوظ في رسم الشخصيات في روايته، كان نجاح صلاح ابو سيف في ترجمة رواية القاهرة الجديدة للغة السينما يفوق كل التوقعات، ورغم تيار الواقعية اللي اختارها كأسلوب تميز بيه بين مخرجين عصره، ألا انه صور اغلب مشاهد الفيلم ده داخل استوديوهات. لمسات صلاح ابو سيف في السيناريو كانت واضحة جدا، اختار انه يروي احداث الفيلم على لسان حوار محجوب عبد الدايم مع نفسه او مع ضميره، ومش عن طريق راوي زي افلام كتير. كمان روعة الاخراج في الفيلم ده بنلمسها في تكامل الصورة السينمائية اللي بتقول حاجات كتير الحوار ما ينفعش يقولها، يعني كانت بشكل متكامل مع الحوار. في المشهد اللي كان بيتناقش فيه علي طه مع حبيبته بيحاول يرسم لها عالم خيالي، كانت الخلفية من وراهم بتعبر بشكل ملحوظ عن العالم الواقعي. أنا حاسس بألم ناس كويس، ناس كمجموع مش كفرد. انت شايلة هم اخواتك وامك وابوك، لكن الحل السريع اللي انت عايزه توصليه مش هيأكدني ولا شرفه ولا يأمن مستقبلك. فاهمه بقولك ايه؟ المجتمع كله كبير ولازم نفكر في حل حاسم يحل مشكلته، لازم. ودي عايزه لها كام سنه يا سعد؟ وفي المشهد اللي قبله ظهر كلا من يوسف بي وهبي وسهير المرشدي كضيوف شرف بيأدوا مشهد من مسرحية غادة الكاميليا. استخدم صلاح ابو سيف احدى جمل حوار الرواية علشان تكون سبب في تحول شخصية احسان، وبيظهر تأثرها وبكائها لما بتسمع الجملة دي. اذا مهما فعلت المخلوقة التي سقطت لا ترتفع ابدا، ربما يغفر لها الله، ولكن العالم يظل جامدا ولا تستطيع أن يكون لها بين العائلات مكانا. وفي حوار علي طه مع زمايله كان في صور لزعماء مصر مصطفى كامل واحمد عرابي وبرواز ثالث فاضي، بيجي علي طه يملى فراغ البرواز في المشهد اللي بعده بشكل يوحي لحاجة البلد لشخص يملى الفراغ ده. واحنا ايه يا اخي؟ احنا مش جزء من العالم ده؟ يعني لو ما كانش شباب البلد يحس بمسؤوليته مين يقدر يحس بيها؟ احنا لازم نقف ونسأل نفسنا احنا رايحين فين؟ على السجن ان شاء الله.
وفي مشهد الحفلة الأرستقراطية قدمه صلاح أبو سيف بالألوان علشان يزيد من الإيحاء بأن ده بيدور في عالم تاني غير اللي بيعيشه أبطال الرواية. التصوير طبعا كان في قصر محمد علي باشا في شبرا، جابت الكاميرا كتير من المعالم الشهيرة هناك. هي بتخطب بأنهي لغة؟ كتبنها لها بالحروف الأفرنجي لأنها ما بتعرفش تقرأ عربي. وطبعا المشهد الشهير اللي بيعبر عن حالة محجوب عبد الدايم الجديدة قدمه صلاح أبو سيف بشكل تعبيري رائع. وعلشان المشاهد ما يسألش هم القرنين دول جم منين، شوف المشهد اللي قبله كان فيه تمثال واضح محطوط على الحيطة مخصوص للمشهد ده. مش بس كده، لما دخل محجوب عليهم كانت الكاميرا جايبة القرنين دول على راس والد إحسان، قام من مكانه وطلب من محجوب انه يقعد مطرحه، دليل على انهم الاتنين بقوا زي بعض. انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ الا نعرف بعض يا محترم، ده محجوب افندي ده جارنا من 4 سنين ونعم الاخلاق. اي والله ونعم الاخلاق، طول عمره شهم وكريم، يطعم من الجعان ويكسي العريان، اصله ابن اصول. تمام يا بنت الرصدي، زواج سعيد ان شاء الله. وكان دور الفنان حمدي احمد في الفيلم ده نقطة مهمة وفارقة في حياته. حمدي احمد قدم كتير من الاعمال الفنية بين السينما والمسرح والدراما، لكن لو حبيت انك تختصر مشواره الفني في شخصية واحدة فاكيد هتبقى محجوب عبد الدايم. تحمس لأدائه صلاح أبو سيف في حين تحفظ نجيب محفوظ واللي كان بيفضل أنه يسند الشخصية لممثل كبير ومشهور مش وجه جديد، لأنه شخصية محجوب عبد الدايم من الشخصيات المحورية القوية في الرواية. وأمام تحمس صلاح أبو سيف وافق محفوظ وقدم حمدي أحمد الشخصية بكل براعة، وقفوا قدامه ممثلين كبار أحمد مظهر وسعاد حسني وتوفيق الدين. نفس الحال كان عبد العزيز مكيوي واللي كان هدية صلاح أبو سيف للسينما، كمان الفنان القدير أحمد توفيق واللي رسم شخصية سالم الإخشيدي بشكل أعلى بكتير من الرواية، ودي يمكن سمة من سمات الفنان الكبير. هو كان تخصصه أساسا في الإخراج، مكانه الأصلي خلف الكاميرات، لكن لما بيختار إن هو يقف قدامها ما بتبقاش شخصية عادية ولا بيقدمها زي اي حد. محجوب يا اخويا، جه الوقت اللي تثبت فيه صداقتنا واخوتنا ونتفاهم فيه بسهوله. على ايه بالظبط؟ ومن طرائف الفيلم ده بيحكي الفنان حمدي احمد عن نجاح الشخصية انه سبب له مشاكل كتير مع اسرته اللي من اصول صعيدية. بيحكي ان بعضهم اعترض قدام باب السينما، رشقوا افيش الفيلم بالحجارة، كسروا مدخل السينما، غير انه حصلت بينهم قطيعة كبيرة وفضلت لوقت طويل، وده يعد اكبر دليل او مقياس لنجاحه كممثل. تناني يا محجوب عبد التايم. تناني يا عم، فضوكم بقى من الكلمات الكبيرة اللي ما انتوش قدها. فاكرين نفسكم ايه؟ مسؤولين عن مصير العالم؟ طز قاعدين تهلوسوا في اوضه متر في متر، فكروا في نفسكم بقى. اما عن المشهد الختامي واللي فيه بيظهر علي طه بيوزع منشورات على الناس في الشارع بيرميها بكميات كبيره ويجري علشان يهرب من مطارده البوليس السياسي، منتج الفيلم جمال الليسي بيحكي انه اضطر يطبع المنشورات دي في مطبعه في معهد السينما لما رفضت كل المطابع انها تطبعها خوفا من المخابرات، لدرجه ان صلاح نصر رئيس المخابرات لما عرف بموضوع المنشورات طلب من وزير الثقافه استبيان الامر، فاتصل بيه الوزير ومعاه ممدوح الليسي علشان يؤكدوا ان الامر كله شغل سيما. وكانت المنشورات تحمل كلمة بداية النهاية، ودي طبعا كانت نهاية غير تقليدية بيتميز بيها كل شغل صلاح أبو سيف. بتلف. خليها تلف والدنيا بتتغير قدامي. ما تتغير الدنيا بس، مش المجتمع. مجتمع احنا مالنا بقى ومال المجتمع دلوقتي؟ يسقط المجتمع، يسقط المجتمع وتحيا احسان شحاتة هانم. ورغم ان الفترة الزمنية الموجودة في الاحداث هي فترة تلاتينيات القرن العشرين والمكان في مدينة القاهرة، لكن الزمان والمكان في الرواية ممتد ويصلح لكل الازمان. لو دورت دلوقتي في وقتنا المعاصر اكيد هتلاقي عديد من الشخصيات زي قاسم بيه، هتلاقي ملايين زي محجوب عبد الدايم وسالم الاخشيدي واحمد بدير، لكن نادرا ما هتلاقي شخصيات زي علي طه اللي محتاجينه يعمل معادلة شوية في حياتنا. ويمكن للسبب ده تم مصادرة الرواية لما صدرت في
البداية، واترفض السيناريو بتاعها أكتر من مرة قبل ما نشوفه بصورته الحالية. الفيلم بيحتل المركز الـ 18 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري اللي اتعملت باستفتاء النقاد على هامش مهرجان القاهرة عام 96. اللي ما شافش الفيلم ده فورا يروح يتفرج عليه ويرجع يقول لنا إيه انطباعه. حاولنا ما نحرقش كتير من الأحداث أو التفاصيل علشان متعة المشاهدة. في منه نسخ عالية الجودة موجودة على يوتيوب، منتظرين إجاباتكم وتفاعلكم في التعليقات أسفل الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، اللينكات هتلاقوها تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. واللي عايز يقرأ أكتر عن نجيب محفوظ أو صلاح أبو سيف هيلاقي في مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء أو تحت في الديسكريبشن أو في شاشة النهاية. لايك الفيديو لو عجبك، وشير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من أصحابك. لو بتشوفنا لأول مرة ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس علشان يوصلك كل شغلنا. ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية. نشوفكوا على خير. خلاص يا ستي، ما بقاش فاضل غير بقعة صغيرة. خسارة تعبك فيه، ضبلته قديم. يا منفسي ومن عيني، اشتري بلطو جديد يكون شيك وحلو. القيافة والشياكة حاجات تافهة، لا تزود ولا تنقص، المهم هو الإنسان نفسه قلبه.